وين رايحين؟ ما ندري. وش اسم المكان اللي رايحين لامه؟ ما ندري. The day before yesterday. يلا مرة ثانية. The day before yesterday. أكاديمية محمد حمد الشبلي الشبلي صح؟ العلمية. في روبوتات العلمية. وش في؟ أنا ما أشوف. بس خبعتي. ضاري بسوي لك تحدي القراءة، اقرا الكلمات اللي موجودة هنا يلا. اكتاكيا. تعالي عندي عشان اسمع الصوت. وش تعالي؟ مكتوب هنا اكتاكيا، مرحبا بك، تعلم اكتاكيا، فكرة، تفاعل. احسنت. ما في طريقة ثانية؟ سوي بعدين كذا. طيب حاضر. بابا لا تخلي زي نوت كذا، ما ابغى كذا. ايه الحين زي حاضر. حطه هنا. عالم رياضيات انجليزي وفيزيائي ومؤلف وعالم فلك وعرف بانه احد اكثر العلماء تاثيرا على الاطلاق على مر التاريخ وشخصيه رئيسيه بالثوره. طيب نجي للازرق والاخضر. شوف بسرعه. ذهب. سماوي. طيب حاولوا تركبون كل الالوان وتطلعون الالوان السبعه. يلا ذهب. يلا شوي شوي بهدوء. دخلي كلهم الثلاثة مع بعض. أبيض. لا دقيقة شوي. كيف عمل المنقاد؟ ايش قاعد تسوي؟ انت ضغطت هذا الزر صح؟ ايش صار بالمنقاد؟ قاعد يا سلام عليك. يسخن؟ ايش يسخن؟ الهواء. طيب اذا سخن الهواء، ايش يصير للهواء؟ تدافق. ايش يصير؟ يعني مثلا فنجان الشاي تشوفون البخار يرتفع على فوق ولا ينزل؟ يرتفع. يرتفع، يعني تدافق الهواء تكون مره عاليه، عشان كذا المنقاد يقعد. طيب سؤال، شلون نخلي البخار ينزل؟ ها من البطل فيكم؟ ايش يصير بالهواء؟ نخليه ذا؟ يخليه ينزل. ده؟ بارد. بارد. نخلي الهواء بارد. شو يصير بالمنطاد؟ ينزل. شكرا لك. Yeah!
عليك حبيبي. لحظة. ما تقدر صعب عليك. كذا كذا عدل. خلاص يلا تغير. خروح الغيرة يلا. يلا خل نشوف هذا. تصادف المسارات المنحنية السايكلوين. التعليمات: حدد مجموعة من المسارات وضع الكرتين في نهاية المسارين. حرك في الوقت نفسه ولاحظ الكرة التي تصل إلى النهاية أولا. يلا هذه كورتي. المنحنى اللي وصل الأول صح؟ شوفي هذه فكرتها، تضبطين المسافة بين العمودين علشان تتحرك الكرة بدون ما تطيح تحت. انتبهي يلا. استنى ضاني يلا. انتبهي تطيح تحت. ما حد يمسكني ذا. لا لا ممنوع يدك، رجعي لين توصل اخر شيء. يا بطلة. انا بسم الله توكل على الله. تبي لطيف يا بطلة. أكثر حديد يعرف لكم مثل الإجابة. هنا أكثر لفات، هنا قليلة. فكل ما كثرت الحديد يمسك، كل ما كثرت اللفات يتقل. هنا أعطاني قيمة للمغناطيس ثابت. المغناطيس ثابت مرة، يعني لما أنا أجيب مناخ
عدد لفاته مرة كثيرة مثلاً. كذات وأقوى. إيه بالضبط. شوفي حطيني لوين؟ لاحظي معي. وصل 10. طب لاحظي الملف هذا. وش بها لفاته؟ قليلة. قليلة. لذلك بتكون القيمة أقل. يعني بيتحرك هي جوبة أصلاً. أنا ما راح أتحرك النهائي. لأنه معاكس. أها. المغناطيس. فما يقدر يخترق ولا يطير. أيوة. كهرباء عندنا نوعين. النوع الاول اللي يسمى على التوالي، يعني يطلع الكهرباء من البطاريه يروح للحمل الاول او اللمبه او اي جهاز، وبعدين يطلع من الحمل هذا يروح للجهاز الثاني وبعدين يرجع. وفي نوع ثاني اللي هو غالبا يستخدم الان بالدوائر الالكترونيه وحتى ببيوتنا، اللي هو على التوازي، بحيث ان الكهرباء ينقسم، يعني يوصل نقطه ينقسم يروح الجهازين، بعدين يوصل نقطه ثانيه وينقسم، فيصير متوازي، هذا موازي لهذا وموازي لهذا، بينما اللي هو التوالي متتالية هذا الجهاز ويواليه الجهاز الآخر. يمكن أي كذا صح؟ لا ما هذه. هذه. لا هذه هذه. هذه بس هذه. هذه بس هذه. هي كذا. استسلامكم. استسلامنا. أنا. هاي الأوت. هاي. أقول أطيح بس رفق. أعلنت إيش؟ ماما استسلم. طيب كذا هرب زين. أنا بفكها أنا وأنتم جربوا تركبوا. تقريبا يلا محاولة غير سيئة.